السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناة فوت كافي ديزات، قناة الكرة الجزائرية وأخبار المنتخب الوطني وأخبار رياض محرز اليوم اللي قهر الاتحاد الإنجليزي، يعني أقصد الكأس وتاريخ الاتحاد الإنجليزي يا جماعة، ما خلنا فيهم والو. اليوم محرز ما بغاش يحشم وغوارديولا ما بغاش يحشم والسيتي ما بغاش يحشمه. إذا أعزائي المشاهدين، بداية ما تنساوش الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونتكلموا عن المجزرة اللي قام بها اليوم رياض محرز. رياض محرز يسجل الأول ويسجل الثاني ويسجل الثالث، قلنا لكم يا جماعة ما تتقلقوش، غوارديولا يعرف واش يدير، غوارديولا يعرف وقتاش يلعب محرز، غوارديولا يعرف الفريق نتاعو ويعرف وقتاش يلعب محرز، وقتاش يلعب غريليتش، وقتاش يلعب فودين. ومحرز ما خرجش من حسابات مانشستر سيتي، ومحرز لاعب عالمي، ومحرز لاعب اسطوري، ومحرز لاعب تاريخي في الجزائر. وقلنا لكم استبنوا كرة القدم مع محرز، لأنه لما يحتاز المحرز الكرة الجزائرية تولي يتيمة، الكرة الجزائرية تتيتم، لأنه حنا من قبل ما كانش عندنا لاعبين في المستوى العالي، نحبوا ولا نكرهوا، لاعب في المستوى العالي يلعب في محرز لا يوجد، نحبوا ولا نكرهوا، قبلنا رياض محرز. طوب، نتكلم على الطوب، عندنا لاعب في ريال مدريد ولا في بايرن ميونخ ولا في ولا في 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 برشلونه، لا انا نعرف بانه هذو هما الطوب، هذو هما كما يقول لك المستوى العالي تاع كره القدم. والان هو مانشستر سيتي ينضم الى هذه الفرق الاربعه، وعندنا محرز في السيتي ويبدع ويمتع، والهاتريك راكم تشوفوا امامكم اليوم، التشكيله اللي دخل بها اليوم بيب غوارديولا ورجع الى خطه 4 3 3 واللي تتحول الى 3 تحول الى 3 3 3 1، يعني اليوم العب بطريقه ممتازه جدا المدرب بيب غوارديولا. لو نجي نشوف اعزائي المشاهدين التشكيله امامكم الان، مانويل اكانجي، ايميليك لابورت، كيلي ووكر في فوكر في الدفاع، سيرجيو غوميز، ايلكاي غوندوغان وبرناردو سيلفا يلعبوا في الوسط، وسيرجيو غوميز يرجع كمدافع رابع في الحاله الدفاعيه، وفي الامام عندنا غريليتش، الفاريز، رياض محرز، وايرلينغ هالاند. تخيلوا اليوم بيب غوارديولا يلعب خمس لاعبين في الهجوم، ما حبش يحشم، قلت لكم اليوم غوارديولا لم يريد ان يخجل، ما حبش يحشم، العب ب هالاند ولعب بغريليتش ولعب بالفاريز ولعب بمحرز ولعب ببرناردو سيلفا، هذو لعب بهم في مباراه واحده، فضلا عن الكاي غوندوغان اللي عنده نزعه هجوميه اكثر منها دفاعيه. اليوم تقدروا تقولوا انه بيب غوارديولا ما لعبش اصلا بلاعب مسترجع، لعب لهم بخمس لاعبين هجوميين وزاد معاهم اللاعب الكاي غوندوغان، يعني اليوم ما رحمش نادي شيفيلد في نصف نهائي كاس انجلترا، هذه هي كاس انجلترا ماشي كاس الحليب اللي هي كاس الرابطه، هذيك سموها كاس الحليب، وهذه يعيطوا لها كاس انجلترا هي اللي تدخل ضمن الثلاثيه. لذلك اعزائي المشاهدين اليوم محرز ومانشستر سيتي مازالوا يلعبوا على الثلاثيه، ومحرز مازال يلعب على الثلاثيه وقادر النادي نتاعو الى اول نهائي في هذا الموسم، وان شاء الله يزيد يديهم للنهائي مع ريال مدريد، وكذلك يلعب امام ارسنال ويحقق اللقب، لان الفوز امام ارسنال تقريبا مانشستر سيتي بنسبه 99.9999 حقق اللقب. مانشستر سيتي ممكن جدا انه يفوز بالثلاثيه ويكون موسم اسطوري لغوارديولا محرز ونادي مانشستر سيتي. ما نكثرش الهضره كثير، اليوم رياض محرز الارقام نتاعو كلها تعبر على واش قدم، ارقام رهيبه جدا 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 جدا. لو نجي نشوف نتكلم على الارقام الهجوميه، وكذلك نعطيكم مفاجاه كبيره جدا في الارقام الدفاعيه، لانه محرز دفاعيا كان اليوم ممتاز رائع رائع. اليوم محرز ادى تنقيط كما قلنا 9.7، لعب 90 دقيقه، عنده 90 او عنده 3 اهداف بطبيعه الحال، عنده التمريرات نتاعو 52 تمريره صحيحه من 58 يعني بنسبه 90%، صنع فورستين فوق ما انه سجل 3 اهداف، صنع فورستين وكان عنده 4 تسديدات منها 3 اهداف وحده كانت ضائعه، وكم تشوف المخطط تاع التسديدات عنده ودقه التصويب، كان عنده 3 كرات في الاطار دخلت في الشبكه يا حبيبي. محرز قلنا اليوم حقرهم، محرز اليوم ما رحمهمش ابدا، نادي شيفيلد اليوم يبات يعني ينوم بالكوابيس. نزيد نكمل لكم الدفاع تاع رياض محرز اليوم، فوق انه باش تشوفوا اليوم انا لو بيدي اليوم محرز نعطي له 10، نقول حرام على موقع فوت موب عطاه 9.7، اليوم محرز يدي 10 على 10. شوفوا لو نعطيكم الارقام الدفاعيه نتاعو، ارقام خرافيه جدا، ماهمش ارقام تاع لاعب سجل هاتريك، وانما لاعب يلعب بالدفاع اكثر من الهجوم، افتك الكره مرتين من 4، يعني جاوا ليه 4 مرات، ادى لهم الكره مرتين ب 50%، استرجع 3 كرات
وفي الصراعات الأرضية أربح 7 صراعات من 8 صراعات. وش هذا؟ هذا لاعب مسترجع وش لاعب مهاجم، يعني 88% من الكرات العالية ربحها رياض محرز. الكرات الأرضية أو عفوا الكرات الأرضية، الكرات العالية في كرة واحدة ربحها يعني بمية بالمية، روغوه مرتين فقط، يعني مهاجم تتم روغته يعني مرتين فقط، غريبة. لم يقم بأي مخالفة طيلة اللقاء، وفوق ذلك كم لمس الكرة؟ 85 مرة. الله أكبر، لاعب مهاجم يلمس الكرة 85 مرة، هذا رقم يعني أسطوري، لأنه خط لاعب وسط كيما مودريتش كيما كيميتش كيما لو غوندوغان ولا كيما حنقولوا ديون في برشلونة أو يعني دي بروين في سيتي يلبس الكرة فوق 85 عادي، لأنه لاعب وسط وكل كرة تمر ليه، بينما محرز لاعب هجومي يلمس كرة 85، يعني هذا كل اللقاء هو حاضر ما تنفسش، كل اللقاء هو حاضر. اليوم ما قام به محرز شيء خيالي 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 خيالي. تخيل رقم مميز آخر، أنه ولا لاعب سجل في كأس إنجلترا هاتريك في نصف النهائي منذ 1958. جاء محرز في 2023 قام بها، إذن هذا رقم أسطوري يحتسب لرياض محرز. ما تقلقوش، اللي يقول رياض محرز انتهى، اللي يقول رياض محرز لازم تعيطوا لش المنتخب الوطني، وشكون يلعب في المنتخب الوطني؟ إذا محرز ما جاش المنتخب الوطني نبلعوه نغلقوه، لأنه نجم نادر باش نحصلوا عليه في كرة الجزائرية. استبنوا كرة القدم، نقول لكم نعاودلكم استبنوا كرة القدم. إذا أعزائي المشاهدين اليوم نعطيكم كذلك بعض ردود الفعل، موقع 433 يقول أنه محرز ماستر كلاس في ويمبلي، يعني توب توب توب، هذا هو الماستر كلاس، يعني يدير كلش في المباراة، كيقولوا لاعب ماستر كلاس قام بكل شيء لوحده في اللقاء، وهذا اللي داروا اليوم رياض محرز، كان مبدع وممتع جدا. موقع بي فور أو صفحة بي فوتبول، مش بي فور، صفحة بي فوتبول، إناريتابل إناريتابل، يعني لا يمكن توقيفه أو لا يمكن إيقافه رياض محرز المبدع الجزائري الذي نفتخر به. يحسن صفحة الإكيب يعني تنشر نتيجة اللقاء وتضع صورة محرز أكيد، ومن غير محرز اليوم لتعلو صورته صورة اللقاء. كذلك أكتو فوت داف أفريك يقول 18 هدف وعشر تمريرات حاسمة لمحرز هذا الموسم، يعني ودل العالم الجزائري والعلامة الذهبية، يعني تاريخ، أو يعني تخيلوا يا جماعة محرز ما يلعبش كل المباريات، محرز ما يلعبش كل مباريات، رغم ذلك عنده 10 أهداف أو 18 هدف وعشر تمريرات صريحة، رقم كبير كبير كبير، أو عندنا أسطورة لازم نفرحوا به ونستمتعوا به. موقع بي آر فوتبول، هذا موقع إنجليزي مشهور وتعرفوا أكيد كلكم يعرفوا، يدير مقاطع ساخرة ومقاطع كرة قدم العالمية، يقول أنه رياض محرز جرى من وسط الميدان، وكأنه يقول لك لعب وحده في الميدان، وكأنه لعب من دون خصم، من وسط الميدان أدى الكرة وراح جرى وسجل هدف. إذن اليوم رياض محرز كما قلنا أعزائي المشاهدين كان أسطوري، كان خيالي، كان خرافي، كان خارق جدا جدا جدا. لعب 90 دقيقة، أنا نتمنى فقط هذه 90 دقيقة يلعبها باش غوارديولا يحييه ويشجعه على الأداء اللي قدمه، مشي لأنه راح يحطه بديل في مباراة أرسنال، لأنه يا غوارديولا ما تزعفناش، ما تخليش محرز يقعد احتياطي في مباراة أرسنال، لأنه يستحق أن يكون أساسي. شوفوا قوم مبارتين، محرز لو يلعبهم خلاص محرز راح اليوم هذا الموسم يكون أسطوري، مباراة الأرسنال ومباراة الريال، نتمنى أنه محرز يلعبهم، يلعب هذه المبارتين ويا غوارديولا ما تلعبوا حتى مباراة، ما تلعبوا حتى مباراة، جلسوا في الدكة كل مباريات، لكن مباراة أرسنال ومباراة الريال خليه يلعبهم، وراح تفرح يا غوارديولا وراح تفوز بثلاثية. محرز ما يخيبكش. رياض وليدنا شكرا لك، مباراة في القمة، مباراة أسطورية، وأنتم أعزائي المشاهدين شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.